and every step for the election and for the voting. في طبيعة خلابة يكثوها شجر الصنوبر ويسودها الصمت ولا تسمع سوى زقزقة العصافير وتشعر بالنسيم العليل، يقع متحف للمشاهير. هذا المتحف الأول من نوعه في العالم، عرب، أوروبيون، أمريكيون يجتمعون يتحركون ويتكلمون. ولابد أن يفرك الزائر عينيه حتى يصدق أن ما يراه هي تماثيل من السيليكون شبيهة لمشاهير العالم، وتبدو للزائر وكأنها على وشك أن تمشي تتكلم وليس هم أنفسهم. بيل كلينتون. ولد في أركنساس في 19 آب 1946، متزوج وله ابنة. انتخب عام 1992 رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لعهدين متتاليين حتى عام 2001. And remember that the United States is always the beacon of freedom, and that when we find people living under tyranny, we got to work to free them. جورج بوش. ولد في نيو هافن ب 6 تموز 1946، متزوج وله ابنتان توأم. انتخب حاكما لولاية تكساس لدورتين متتاليتين. انتخب رئيسا للولايات المتحدة عام 2001. متحف المشاهير، أول متحف من نوعه بالعالم. الأشخاص اللي فيه مصنوعة من السيليكون. الفكرة كيف اجت على انه نعمل متحف المشاهير؟ عندنا مشروع سياحي اسمه ريو لانتو ووتر بارك، وكنا بدنا نسوقه بأحد المعارض. جبنا شخصية من السيليكون حطيناها بمعرض بالفورم دو بيروت، كان في عنا ستاند لتسويق ريو لانتو. حطينا هالشخصية بستاند ريو لانتو، وشفنا قديش دهشة العالم كانت كبيرة، وقديش كانوا مبسوطين انه عم بيشوفوا هالشخص عم بيحكي وبيغني وبيتحرك ومبين وكأنه انسان طبيعي. وهذا الشخص كان كناية عن رجل كبير بالعمر، يعني ومش حدا معين يعني من المشاهير المعروفين. بقى وقت اللي شفنا قديش في اقبال على الستاند تبعنا ليتفرجوا على هالشخصيه هيدي، وقديش العالم ابدت اعجابها وهيك، ومن بعدها جبناه حطيناه بالريو لانتو وصارت الناس تجي تتفرج على هالشخصيه هيدي. اجتنا الفكره من هون انه اذا الناس مدهوشين هالقد بشخص مش معروف مين هو، بقى كيف إذا جبنا له الناس من مشاهير العالم معروفين بالعالم وبعالم السياسة والفن والثقافة وغيره. وهيك انطلقت الفكرة.
حلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبات بالزيح جناحك بريشة نوره بالمرجحك مع زرقة النسمات. ولا ننسى في خلال جولتنا داخل هذا المتحف شراء التذكارات الجميلة التي تذكرنا بتراث لبنان وأصالته، ولا بد أن نجلس على شرفة كبيرة تطل على واد أخضر جميل لنرتاح قليلا ونتمتع بالنسيم العليل. States that wish to exercise their undoubted right to develop and use nuclear energy for peaceful purposes must not insist that they can only do so by developing capacities that might be used to create nuclear weapons. كوفي أنان. شغل السيد أنان عدة مناصب في الأمم المتحدة، وهو صاحب فكرة النفط مقابل الغذاء في العراق، وعين في 17 كانون الأول عام 1997 أميناً عاماً للأمم المتحدة. قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. ولد في وادوايس كاراكوف في 18 أيار 1920، وفي 16 تشرين الأول 1978 انتخب حبرا أعظم بعد وفاة البابا يوحنا بولس الأول، وتوفي سنة 2005 في 2 نيسان. كان هذا القرار يطالب باستقلال لبنان وسيادته وقراره الحر، فنحن نطالب بذلك منذ زمن بعيد. الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير انتخب بطريركا ونصب على كرسي انطاكيا وسائر المشرق في 27 نيسان 1986، وعين كاردينالا في 26 تشرين الثاني عام 1994 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني. الأول أشخاص عملناهم بناء لجلسة بأمريكا، نحن الإخوة كنا مجتمعين مع بعضنا وقت أخذنا القرار بأنه نعمل متحف لمشاهير العالم. اجتمعنا وصار كل واحد منا يسمي شخصية مشهورة. بلشنا نسمي مثلا البابا الله يرحمه من مشاهير العالم المحبوبين كتير بالعالم. طبعا سياسيين شفنا رؤساء جورج بوش وكلينتون وجاك شيراك توني بلير عرفات كوفي أنان، هودي كانوا يعني من أهم العشرين شخصية، من أول عشرين شخصية كانت موجودة، وطبعا بعض المشاهير اللبنانيين مثل البطرك صفير والله يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي عدة شخصيات كانت موجودة، الرئيس حسني مبارك، الملك حسين بالأردن. هودي كانوا من بين أول 20 شخصية افتتح فيهم المتحف سنة 2003.
الجنود والضباط الأمريكيين الذين دفعوكم إلى داخل الحدود العراقية استسلموا أفضل لكم. سنقطع رؤوسكم جميعا. D'abord, l'Europe doit être organisée parce qu'elle a vocation à enraciner la démocratie et la paix sur l'ensemble de notre région. الرئيس جاك شيراك ولد في 29 تشرين الثاني عام 1932 في باريس. انتخب رئيسا لبلدية باريس عام 1977 ورئيسا لفرنسا عام 1995 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 15 أيار عام 2002. ونتائج الانتخابات الماضية تظهر هذا الأمر، وإن شاء الله نتائج الانتخابات الجاي ستظهر بشكل أوضح أنه ما في حواجز بين الناس. الشهيد الرئيس رفيق الحريري ولد في تشرين الثاني 1944 في صيدا جنوب لبنان. ساهم في وضع اتفاقية الطائف سنة 1989، عين رئيسا للوزراء لأكثر من مرة منذ عام 1992. توفي في 14 شباط 2005. أنا كنت عم ببرم وبسأل أول شيء المشاهير إنه إذا بتحبوا بدنا نعملكم تماثيل أو شيء بمتحف المشاهير. البعض كانوا يقولوا إنه لا، مثلاً هلا قليل كتير اللي قالوا لا، يعني اثنين ثلاثة يعني من السياسيين، والباقيين ما كان عندهم مانع. وقت اللي عرفت أنا إنه القانون، لما عرفنا إنه القانون بيسمح لنا بلبنان إنه نعمل تمثال لأي شخصية سياسية، فانطلاقا من هون نحن صرنا نختار المشاهير او الناس اللي او الشخصيات اللي عم بتطالب فيها الناس انه لازم تكون موجوده، وعملنا لهم تماثيل بدون ما يعني نطلب موافقات وهيك، لانه القانون بلبنان مثل ما قلت لك من بعد مراجعه رجال القانون بلبنان قالوا لي انه السياسيين عم بيعملوا لهم كاريكاتير بالصحف وعم بيعملوا لهم كاريكاتير بالمجلات وغيره، ويعني وللسخرية عم بيعملوا هالكاريكاتير. نحن لا، نحن وقت عم نعمل له تمثال عم تجي العالم تزوره، عم بي يعني عم ما عم نتمسخر عليه، بالعكس عم بيكون نوع من تكريم لبعض المشاهير يعني. First of all, I'm thanking for the welcome for the additional resources. That means we are after the United States of America, we're the second largest bilateral donor in this situation. توني بلير ولد سنة 1953 في سكوتلندا. سنة 1983 وسنة 1985 أصبح عضوا في البرلمان، وسنة 1997 عين رئيسا للوزراء في بريطانيا. حرية الصحافة حتى بعد شوية أهم من النشيد. نحن بنوقف، أنتم بتوقفوش ليش؟ الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب لأكثر من 10 سنوات منذ العام 92، وهو أيضا رئيس حركة أمل. هذا
هذه الشخصية شخصية وهمية من الفولكلور اللبناني، وهو أول شخصية صنعت من مادة السيليكون، وكانت سبب فكرة افتتاح متحف المشاهير. حتى المدن للشاك في وجه عام تبدأ بشعاع وغمض عيوننا. كان هذا الشخص موجود قبل سنتين في مشروع سياحي ترفيهي ريولانتو تابع لنفس إدارة معلوف جروب، ولقى أعجاب الناس، فكانت فكرة المتحف لمشاهير من العالم يتكلمون ويتحركون. الهدف هو أنه يكون في معالم سياحية يقدروا يقصدوها، والحمد لله نحن المتحف لقى رواج كتير مهم خاصة بالدول العربية ودول الخليج، يعني صار اليوم السائح العربي أو الأجنبي بيوصل على لبنان بيسأل أنه وين متحف المشاهير، بدي يزور متحف المشاهير، وخاصة وقت اللي كتير من التلفزيونات اللي مشكورة طبعا وأنتوا كمان على رأسهم بنشكركم، يلي عم تنقلنا فضائيا كل هالروبورتاجات اللي عم بتصير عن متحف المشاهير. بقى الهدف مثل ما قلت لك انه يكون في معالم سياحية بلبنان، وخاصة لبنان يعتمد على السياحة. صدام حسين. اشترك في محاولة اغتيال الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم سنة 1959، ونظم ميليشيا في العراق، وشغل عدة مناصب في الحزب من نائب رئيس إلى رئيس الحزب حتى تولى الحكم. delicados de sus aventuras terroristas, sus agresiones y mentiras contra Cuba. Fidel Castro. محام وقائد ثوري، مارس مهنة الحقوق وقاد هجمات مسلحة ضد حكومة فولخانسيو باتيستا، وأجبره على التنحي عام 1959، حيث تسلم الحكم منذ ذلك التاريخ. ليوناردو دافنشي. هو من فناني تيار النهضة الذي بدأ سنة 1300 في إيطاليا. من أهم لوحات ليوناردو الموناليزا والعشاء السري. مثل ما لاحظنا في شخصيات كتير كتير منشوفها أنه ظابطة، في شخصيات أنه منشوف فيها بعض بدأ بعض التعديلات. أنا بدي أقول أنه ما في إلا ربنا اللي خلق الإنسان بيقدر يخلق شخصية مثل التانية، يستنسخ شخصية مثل التانية، بس بأهم متاحف العالم، ما رح سميهم طبعا، الكل اللي زايرين هالمتاحف بيعرفون، بيشوفوا انه في بعض الشخصيات كتير ظابطة والبعض التاني بدوا بعض التعديلات. نحن بمتحف المشاهير عم نسعى انه يكون متحف المشاهير من اهم المعالم السياحية ان الله راد مستقبلا، بإجراء بعض التعديلات على بعض الشخصيات يلي بدها تعديل. هلأ هو التعديل ما بصير تعديل، بصير تغيير، وبدي أقول أنه دايماً كل فترة رح ينزل شخصيات جديدة من مشاهير العالم، كل 6 أشهر تقريباً نحن بينزل عنا شخصيات، يعني هلأ عم بصير في شغل على 6 شخصيات جديدة رح ينزلوا قريباً الله راد بأوائل الموسم السياحي، بلكي بيكونوا بتستحق، لأنه الشخصيات اللي هلأ رح تنزل شخصيات مثل ما عمل ضجي وزير الإعلام الصحاف، وزير الإعلام العراقي لما نزلناه
بعتقد هلا بعض الشخصيات اللي رح تنزل رح تعمل هالضجه هيدي. Similar what is going in the West Bank. الذي عرفناه جميعا مدافعا عن الحق. حكينا بالانتخابات بصفة عامة. إذا كان هذا القرار يطالب باستقلال لبنان وسيادته